صباح الفل عليكم. كنت قبل كده عملت فيديوهات بمكنة ديلونج اي سي 9، وناس كتير قوي سألتني المكنة دي نوعها ايه، بتشتغل ازاي، عايزين فيديو عنها الكلام ده كله. وكنت فعلا ناوي اعمل الفيديو ده، بس يعني اتأخرت شوية في التوقيت، لحد ما لقيت الناس من فترة قريبة اللي هي بتكلمني: لا احنا عندنا المكنة مش مجرد عايزين ريفيو، لا احنا عايزين نتعامل مع المكنة ازاي. الناس مش عارفة تشغل المكنة ازاي وتطلع منها قهوة ازاي. وابتدى بقى اقاويل كتير تتقال هي ايه: لا دي مش مكنة اسبريسو، دي مكنة امريكان كافي، لا دي ما بتطلعش قهوة، دي بتطلع مية ملونة، الكلام ده كله. فقلت لا، ان شاء الله النهاردة هعمل الفيديو واوري الناس تتعامل مع المكنة ازاي وتشتغل عليها ازاي، وان شاء الله يكون فيديو مفيد ويخلي الناس تبقى بالنسبة لها الموضوع سهل وبسيط جدا. بس قبل ما نتنقل على المكنة ونشوف هنشتغل عليها ازاي، حابب بس اوضح كام نقطة كده في تفسير المكنة دي. اول حاجة، هي المكنة دي لو جبتها كده والعلبة بتاعتها من بره هتلاقي مش مكتوب عليها انها اسبريسو ماشين، لا هي مكتوب عليها كافي ماشين او كافي ميكر. فدي اول نقطة، انها مش بتاعت اسبريسو بالمعنى اللي هو التكنيكال للاسبريسو. تاني حاجة، ان هي مش امريكان كافي، مش مكنة امريكان كافي، لا. هي الفكرة كلها في المكنة دي، يعني لو اتكلمنا في البيزكس شوية، انت عندك الاسبريسو عشان يطلع اسبريسو مظبوط، والاسبريسو طبعا زي ما قلنا في فيديو قبل كده هو عبارة عن قهوة بتطلع بالضغط. فالضغط اللي بيسمح ان الاسبريسو يطلع مظبوط، يعني ناس قالوا من 7 لـ 9 بار، وفي ناس تانية قالوا من 8 لـ 10 بار، يعني هو بيلعب في الرينج ده. مكنة الاي سي 9 هي البريشر بتاعها اساسا حوالي 3.8 من 10 بار، اللي هو ما بيوصل لكش ان انت تبقى يعني عندك الاسبريسو اللي هو بيوصل على الاقل ل 7 بار. لكن في نفس الوقت انت عندك الموكا بوت اللي هو بيطلع اسبريسو زي ما الناس بتقول، يعني هو بيطلع اسبريسو، وايطاليا اغلب الناس في البيوت عندها الموكا بوت ده وبتعمل بيه الاسبريسو بتاعها، الضغط بتاعه حوالي من 1 لـ 2 بار. فلو الموكا بوت بتطلع اسبريسو فالاي سي 9 بتطلع اسبريسو. بس هي الفكره كلها ان النوع ده بيسموه اللي هو الستيم كافي ماشين، اللي هو المكنه اللي بتطلع القهوه بالستيم بالبخار. فعشان كده البريشر بتاعها بسيط، مش فيها بامب مثلا زي اغلب المكنات التانيه، او ما فيش مثلا فيها اللي هو الهاند بريشر اللي انت بتعمله في المكنه اللي هو المانوال. فهي بتطلع قهوه هي ممكن تبقى مش اسبريسو، بس في بعض الناس بيسموها سيمي اسبريسو، زي المكن زي القهوه اللي بتطلع من الموكابوت بيسموها برضو سيمي اسبريسو. فهي ما بتطلعش امريكان، لا هي بتطلع قهوه، بس هي مش اسبريسو بالمعنى التكنيكال، لا هي بتبقى اسمها اللي هي ستيم كوفي، ودي قهوه طعمها لذيذ جدا وليها ناس بيشربوها في العالم كله، جميله جدا. فالمكنه لا، يعني هي دي كانت نقطه محتاج ان احنا نوضحها بالنسبه للجزء التكنيكال بتاع شغل المكنه. ونروح للمكنة الاي سي 9 بتاعتنا ونشوف كده مكوناتها ايه بسرعة. أول حاجة عندنا في التشغيل 4 اختيارات للتشغيل: لايت وميديوم وسترونج، ده للقهوة، وكابوتشينو ده بتاع تفويم اللبن. ومعانا هنا التانك بتاع المية، وده تانك فيه الأوبشن بتاع السيفتي كاب، إن أنت وأنت شغال ما بتفتحش خالص، بيبقى محكم الغلق، حتى لو حاولت إنك تفتحه مش هتعرف. ومعانا هنا ده التانك بتاع اللبن اللي بحط فيه اللبن وبيحصل فيه التبخير بتاع اللبن. ويستحسن انت تكون التانك بتاع المايه ده مليء لحد اخره عشان تعرف تفوم اللبن، وده الدراع بتاع التفويم بتاع اللبن. ونيجي بقى للبورتا فلتر بتاع المكنه، زي ما انتم شايفين هي فيها باسكت مش مضغوط، ودي السناده بتاعته عشان لما تيجي تفضيه بعد كده. ولو بصينا بقى للباسكت بتاعها هنلاقي ان هو متدرج تدريجين، واحد للسنجل شوت واحد للدبل شوت. نجرب بقى معاها المره دي البوني بتاع لافاتزا كريما ايجوستو دولتشي، وهنشوف هنطلع ايه من الميكس ده. ودلوقتي بقى نعمل اهم واول خطوه في المكنه. بعد ما بشغلها بخلي المؤشر على الكابوتشينو، وبستنى على المكنه لحد ما احس ان صوتها ابتدى يعلى معايا وانها بتسخن، واعمل عمليه برج او تطهير. اول ما الاقي صوت المكنه ابتدى يعلى وتسخن معايا، او فاصل المؤشر بتاع الكهرباء زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هقوم جايب البيتشر بتاعي واحطه واشغل الدراع بتاع التفويم بتاع اللبن. هيبتدي ينزل لي بقى كل الشوايب الموجوده سواء في الخرطوم بتاع اللبن او في التانك لو في حاجه معلقه فيه. وبعد كده هروح على الجروب هيد اللي بينزل منه القهوه، وهعمل نفس القصه برضه، هوجه المؤشر ناحيه القهوه وابتدي اطلع اي ميه بحيث لو فيها شوايب او بتاع تنزل معايا.
دي عملية البيرج دي أو التطهير للمكنة دي لازم أعملها قبل كل استخدام. وزي ما انتم شايفين كده أهو في شوايب طلعت معايا، سواء الشوايب اللي كانت موجودة في الكرتون بتاع اللبن أو في الجلوب هيد. بعد كده أنا حطيت بقى معايا البن اهوت في الباسكت بتاعي، وبعدين بقى أعمل له تامبنج أو إن أنا أكبسه طبعا بشكل كويس، لأن ده هيفرق معايا كتير قوي. بعد كده هشغل بقى المكنة بعد ما كنت قفلتها عشان اعمل لها البرج او التطهير، اشغلها تاني وهركب البورتا فلتر بتاعي. بعد ما بركبه احط الفنجان بتاعي وهشغل بقى المكنة على درجة القهوة اللي انا عايزها، انا بحبها سترونج فهخليها على سترونج، وابتدي بقى ايه استنى القهوة بتاعته وهي بتنزل. تقريبا كده العملية بتاعت نزول القهوة حوالي 40 ثانية او 50 ثانية، فانا هخلي الفيديو شغال بحيث تشوفوا العملية من اولها لاخرها، لان في شوية ملاحظات كده هنلاحظها واحنا نشوف الفيديو مع بعض. اول حاجة هتلاقي القهوة نازلة بشكل لطيف وسلس، تحس انها زي نازلة دريبز كده، وبعد كده هتلاقيها سبتت معاك خيط كامل زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. بعد كده هتبتدي تقطع الخيط ده، هتقف لجزء من الثانية، بعد كده تبتدي تنزل نقط. مع الوقوف بتاعها ده انا هوقف المكنة بتاعتي اهو كده، انا اوقف المكنة بتاعتي، اقوم جايب المؤشر على الكابوتشينو وهستنى بقى. هتنزل شوية نقط قهوة معايا، وبعد كده خلاص كده انا قهوتي جاهزة. هنشوف بقى بعد كده الشكل بتاع القهوة بتاعتنا هيبقى عامل ازاي. طبعا شايفين ابتدى يوضح ان فيه كريمة للقهوة، يعني هي طبعا هنا الكوباية اللي انا مستخدمها يعني هي القطر بتاعها كبير شوية، لو القطر اقل شوية هيبان الكريمة اكتر. اهي شايفين ابتدت النقطة اهي تقل معايا تقل معايا، لان كان في ناس كتير اوي بتشتكي انها القهوة بتنزل نقط كتير بتغرق لهم الدنيا وبتاع، لا هي بكل بساطة اهي تمام. وادي الوش بتاع القهوة بتاعتنا، واضح فيها الكريمة، كريمة حقيقية مش فيك كريمة. طبعا اللون بتاعها واضح، وهنشوف شكلها بالجنب عامل ازاي، يعني السكنس بتاعها مش بطال كده. انا عملت القهوة بتاعتي، بعد ما خلصت هفصل بقى الكهرباء، وانا موجه المؤشر على الكابوتشينو هقوم مخرج الضغط الزيادة او البريشر اللي موجود زيادة عندي في المكنة. ودي كانت مشكلة بتواجه ناس كتير، ان هو يقول لك ايه طب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه، يعني اعمل قهوه تاني مع بعد القهوه اللي انا عملتها وما بعرفش، وباجي افك البورتا فلتر ده بيجرق الدنيا وبيبهدل ويبقى الشكل مش لطيف. لا، عشان اعمل كده، عشان اعمل قهوه تاني بعدها، بقوم بفرغ الهواء الزياده من المؤشر بتاع التانك بتاع اللبن، يخرج كل الضغط المحبوس جوه المكنه. في الحالة دي بقى اقدر بقى ان انا افتح البولتا فلتر بتاعي بكل بساطة، ممكن ان انا افتح التانك بتاع المية برضو بكل بساطة عادي جدا، ولا هيبهدل لي الدنيا ولا هيكون شكله مش لطيف ولا الكلام ده كله. الفكرة كلها ان بيكون في ضغط محبوس، فانا لما بفك البورتا فلتر او بفتح التانك بتاع المية طبعا مش هينفع وبيبهدل لي الدنيا جدا. فلا انا دلوقتي خلاص خلصت كل البريشر الزيادة اللي عندي، دلوقتي هبتدي بقى افك البورتا فلتر، حتى هفكه بايد واحدة بكل بساطة، هتلاقي مفيش أي ضغط محبوس مش أي حاجة أهو تمام جدا. القهوة بتاعتي كويسة مش متنطورة، مش شكلها وحش، مفيش بريشر جه منزل المية موجودة عندي اتغرق للدنيا. وده بقى الشكل بتاع الكيك بتاع القهوة اللي بيطلع من الفلتر بتاعنا، شكله لطيف، السمك بتاعه كويس، مش متغرق مية، مش مفرول، مش أي حاجة. أتمنى إن تكونوا استفدتوا وإن المكنة تبقى سهلة دلوقتي عليكم.